في التفاتة نبيلة من أخلاق الملوك. الملك محمد السادس يرسل مساعدات وفرق إنقاذ لإسبانيا لمواجهة فيضانات فالنسيا. إليكم التفاصيل. أعزائي، مساءكم سعيد، تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتحدث فيه عن هذا الخبر العاجل الذي صدر في بلاغ عن وزارة الداخلية المغربية والإسبانية كذلك. كما نقول دائما، تبقى الملوك ملوكا وتبقى الأسود أسودا. في خطوة نبيلة يعني تبرهن على شيم الملوك وأصالة الملكية المغربية، اتخذ الملك محمد السادس قرارا ملكيا ساميا يعني تجاه الجارة إسبانيا، دولة إسبانيا التي تعاني الآن من فيضانات خطيرة جدا في منطقة فالنسيا على الخصوص، والتي انتشرت كذلك في منطقة الأندلس. فالملك محمد السادس أعطى أوامره لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت للتواصل مع وزير الداخلية الإسباني غراندي مارلاسكا لإيجاد خطة ملائمة حسب متطلبات الدولة الإسبانية وحسب متطلبات وزارة الداخلية الإسبانية، لمد يد العون للجارة إسبانيا، للدولة الصديقة إسبانيا، وإرسال فرق إنقاذ وإرسال كذلك مساعدات إنسانية من أغطية وإلى آخره لمواجهة تداعيات هذه الفيضانات الخطيرة. وهنا يمكننا أن نقرأ في مقال لجريدة أتاليار الإسبانية والتي تعتني بشؤون المغرب العربي والشرق الأوسط، في عنوانها في هذا المقال تقول: El rey de Marruecos ordena enviar equipos de rescate por las inundaciones de Valencia. الملك المغربي أو ملك المغرب يأمر بإرسال فرق إنقاذ بسبب فيضانات فالنسيا. محمد السادس يعطي أوامره لمد يد العون التي تحتاجها إسبانيا بعد فيضانات جهة فالنسيا. ويعني المقال طويل جدا وفيه مجموعة من الصور إلى آخره. يقول أن الملك محمد السادس أعطى أوامره السامية لإرسال فرق إنقاذ وكل المساعدات الضرورية لإسبانيا لمواجهة يعني تداعيات هذه الفيضانات الخطيرة التي تعرفها جهة فالنسيا. وتقول أن الأمطار يعني الغزيرة والفيضانات تركت أكثر من 70 قتيلا إخواني، أكثر من 70 قتيلا، هذا أرقام كبيرة جدا بالإضافة إلى مجموعة من المفقودين. كذلك عدد غير محدد من المفقودين كما كنا نقول. كذلك في مناطق قريبة من كاستيا لامانشا، وكذلك يعني تسببت هذه الفيضانات في أعداد هائلة من الخسائر المادية، بيريداس ماترياليس. وبعد يعني بعد هذه الفيضانات يعني الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت للتواصل هاتفيا مع نظيره الإسباني والتنسيق في مسألة المساعدات. كذلك تقول جريدة أتاليار أنه في هذه المحادثات الوزير المغربي أخبر نظيره الإسباني حول يعني التعليمات الملكية، وكذلك قال أن المغرب مستعد تماما لإرسال فرق الإنقاذ ويعني المساهمة بأي نوع من المساعدات التي تحتاجها إسبانيا لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية
حسب البلاغ ديال وزارة الداخلية. كذلك أعزائي، هناك هذا المقال ديال سويس إنفو، سويس إنفو تقول فيه: ماروكوس ofrece a España ayuda para hacer frente a las inundaciones en Valencia. يعني المغرب يعطي لإسبانيا مساعدات لمواجهة الفيضانات في فالنسيا، ويقول الحكومة المغربية عطات واحد الاستعداد، يعني سي مونسترو بلينامينتي بريبارادا بار انفيار اكيبوس دي سوكورو، يعني مستعدة تماما لإرسال فرق الإنجاد لإسبانيا والمساعدة في مواجهة هذه الفيضانات التي يعني أخذت أرواح كثيرة جدا. والمقال هنا طويل جدا كذلك، يقول أن الوزير المغربي السيد الفتيت وزير الداخلية أعرب عن حزن وأسى، ونقل يعني الحزن والأسى ديال الملك محمد السادس، وأنه طلب من وزير الداخلية الإسباني أن ينقل إلى الملك فيليبي سيكستو فيليبي السادس عزاء الملك محمد السادس في هذا العدد الكبير من الضحايا، ويعني أن المملكة المغربية تقدم كل العون سواء للضحايا أو لأسرهم، وكذلك لكل الأجهزة الأمنية الإسبانية أو أجهزة الإنقاذ. وهنا المقال يتحدث كذلك على أنها ربما أكبر عاصفة واجهتها إسبانيا في هذا القرن، يعني هي أصعب عاصفة تمر على إسبانيا في هذا القرن. إذن أعزائي، يبقى الخبر الأبرز هو أن المغرب يعني عرفانا بجميل إسبانيا في ويعني وجهودها إبان زلزال الحوز، ترد الجميل لإسبانيا في هذه الفترات العصيبة صراحة التي نعيشها هنا في إسبانيا، فترات حرجة جدا، الأنباء تتقاطر، الأنباء يعني مستمرة دقيقة بعد دقيقة. الآن كل الخطر يتواجد في منطقة الأندلس، الأندلس التي تم تسجيل أول ضحية فيها، يعني وفاة أول شخص، وهو يعني إنجليزي، رجل مسن إنجليزي تم إنقاذه البارحة، لكن بتداعيات يعني ديك الخلعة والمرض وديك البرد اللي دوز، فلم يستطع أن يقاوم وتوفي وفاته المنية اليوم قبل دقائق قليلة، قبل قليل يعني في أحد المستشفيات في ألاورين دي لا توري التابعة، وهي مدينة بلدة صغيرة لمن يعرف منطقة مالاغا، هي بلدة صغيرة تابعة لمنطقة أو لعمالة أو جهة مالاغا. فبعد فالنسيا هذه العاصفة تنتقل إلى الأندلس، مالاغا، ويلفا، كاديس كذلك، وكذلك تنتقل إلى المنطقة الشمالية وتقترب من جهة طراغونا كذلك، يعني كل الاحتياطات هنا في كاتالونيا لمواجهة يعني وصول هذه العاصفة المحتمل. إذن أعزائي، نطلب السلامة والعافية لا للإسبان ولا للمغاربة ولا لكل المواطنين المقيمين هنا في إسبانيا ولا لكل الشعب الإسباني، نطلب من الله أن يكون هذه أن تكون هذه العاصفة يعني يعني أن لا تكون خطورتها أكثر مما شاهدناه، على الأقل أن تكون أن تقف خطورتها وعدد الضحايا فيما شاهدناه لحد الآن، لأن أظن أن 70 أو 75 وفاة تبقى عددا كبيرا وكبير جدا، 75 عائلة مكلومة، 75 شخص يفقد حياته، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الأرواح. إذن أعزائي، أتمنى أن تكون الأنباء القادمة
أكثر سرور وأن تكون أكثر بهجة وأن تكون بعيدة عن هذه الأجواء الحزينة. في نهاية هذا الفيديو فقط أقول لكم أن موقف المملكة المغربية يبقى موقفا يحسب للمملكة المغربية وللملك محمد السادس، وإن دل على شيء فإنما يدل على نبل أخلاقه وعلى عراقة وأصالة المغاربة ملكا وشعبا. أعزائي، هنا ينتهي هذا الفيديو، أتمنى لقاءكم في أخبار أكثر بهجة وسرور في فيديو قادم بحول الله.